يقول: إذا تاب المسلم إلى الله توبة نصوحا وعاهد ربه صادقا على الاستقامة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصيام، فهل يقضي الصلاة ولو كانت 10 سنين مثلا؟ أفيدنا أفادكم الله. تارك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون جاحدا لوجوبها، يرى أنها ليست واجبة وأنها من التقاليد الاجتماعية أو ما أشبه ذلك من التعبيرات التي يقولها بعض الجهال والمستهترين الذين يقولون أن الصلاة من التقاليد الاجتماعية، فهذا كفر بإجماع المسلمين، لأن من قال هذه المقالة وجحد وجوب الصلاة فإنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين وما علم من الدين بالضرورة. أما إذا كان يعترف بوجوبها ويعترف أنها ركن من أركان الإسلام وإنما تركها تكاسلا، فهذا محل خلاف بين العلماء. التوبة واجبة عليه بكل حال، والمبادرة بالتوبة واجبة عليه بالإجماع، ولكن يبقى هل يعيد الصلوات التي تركها أو لا يعيدها. من العلماء من ذهب إلى أنه يعيدها بناء على أنه لم يخرج من الإسلام بترك الصلاة تكاسلا في رأيهم، وإنما يكفر كفرا أصغر فيعيد الصلوات التي تركها لبقاء أصل الإسلام معه. والقول الثاني أنه لا يعيد الصلوات التي تركها، لأن من ترك الصلاة متكاسلا فإنه يكفر كتاركها متعمدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، في أدلة كثيرة. وهذا هو الصحيح، أنه يكفر كفرا أكبر ولو كان تركها متكاسلا، وبناء عليه إنه لا يعيد الصلوات التي تركها متعمدا، وإنما يصدق في توبته ويحافظ على صلواته في المستقبل ويكثر من الطاعات والنوافل، والله يتوب على من تاب. ثابكم الله.